اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجنا مهن شاقه اللي راح يستمر طيله فتره شهر رمضان. اليوم قصه جديده، قصه الاخ جمعه اللي بيشتغل بمهنه من اصعب المهن. خليكم معنا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك يا جمعه؟ يا مين السلام يا لو. مهنتك يعني هل هي صعبة ولا مهنة عادية بالنسبة لك؟ لا مهنة عادية، مهنة عادية يعني. مثل كل المهن. مثل كل المهل يعني، هاي مصلحتي الأساسية أنا، واللي خيط ما بيعرف مهنته، واللي ما بيعرفه بيلاقي صعبة. بس شاري بالحياة ما في شيء صعب، الحمد لله رب العالمين. يعني مصلحتي هي الأساسية، مصلحتي وتعلمتها من عمي اللي بيدخنه اليوم منلاقيهم انهم بيعصبوا كثير وهيك بيعصبوا على الناس بيعيطوا عليهم. كيف تتعامل انت مع هدول الزباين اللي بيعصبوا؟ يعني مثلا اذا اجنا والله بس بده هاي القشري وقلت له كذا مثلا مبلغه، اوف ليش عن جارك احسن؟ ليش عم تقلي عن جاري؟ هو بيكون موراني عن جاري، ها بس منو لحاله حبي يستفزني كلمتين مختصر حديث بقول له ما عندي بضل ماشي. طر الامور يعني نقتل بعضنا على الاخير. لا ليش لا نقتل بعضنا ونعصب بعضنا؟ خلص بقول والله معك وما عندي عشان لا عج ولا عج. وبرمضان يعني بنضل صايمين، ايش انا بفتح من الساعه 6:30 الصبح لا الساعه 5. يعني انا هاي قدرتي برمضان، يعني شو اللي صايم من الساعه 6:30 لا الساعه 5، يعني اقل شيء بدي ارتاح بعد الساعه 5. ايه هيك ما بحب اعيش مع ولا بحب اقلق مع الخلق برمضان. حبلو اهلا وسهلا ومثل السلامه، ما حبلو في حدا غيري. مهنتك هل هي مهنة بتشوفها أنت مهنة صعبة ولا سهلة ولا مهنة مثل كل هالمهن؟ يعني مثل ما بنعرف نحن في النجار وفي الحداد وفي الكهربجي وغير وغيرات، وأنت كيف تشوف مهنتك؟ أنا مهنتي عادي، كل واحد له اختصاصه وبيعرف بشغله شلون. يعني أنا مهنتي عادي وأقل من عادي، يعني اللي بيشتغل عليه بقدر عليه أنا، واللي ما بعرف عليه بقول لك ما بعرف عليه. يعني هاد وضع شغلنا. يعني اليوم مثلا بشتغل بيجي مثلا في شغلات بقول له انا ما بعرف اشتغلهم، مثل مثلا الكهرباء انا شغلت ويلي بكون اجي تركيب ما تركيب. يعني مثلا بيجيني الكهرباء بقول له اخي انا ما بعرف فيهم. يعني كل واحد له اختصاصه بهالشغل. الوضع زياده بالصيام بيكون صعب. كيف يعني انت بتروح بتشتغل بهي المهنه او بتشتغل فيها لهي المهنه وضمن هذا الوضع الصعب؟ يا اخي مثل ما ربوني اهلي بدي راعي يعني مثل ما براعي اهلي بدي راعي كل هالبشر انا. يعني مثل ما علمتني امي التربية واحترام مع العالم مع البشر بدي راعي البشر. يعني ما بغي لا بعطرته ولا يضرتني، يعني عادي وأقل من عادي. ايش صعوبات المهنة اللي انت بتشتغل فيها؟ اصعب الشيء اللي عندي مثلا اليوم انا اشتريت هاي القشري بجملته، يعني انا مربحي ايش مربحي دولارين دولارين ونص. في غيره مثلا انا ما لي علاقه فيه، يعني مثلا اليوم انا ببيع مهلي يعني مربحي 3 ليرتين ونص مثلا ولا 3 ليرات. هاي اليوم الاسعار اليوم شيء بالنار. اليوم عم تجيب قشره دولاب 45 دولار عم تربع فيها 5 دولارات ولا دولارين ولا 3. كمان في هون شغل وتعب وفك شلون ومصروف كهرباء. يعني اليوم اللي كان عندنا مولدي راحت المولدي، اليوم صار في مصروف امبيرات. انا اليوم انا مدد امبيرات بمصروف امبيرات، يعني 5 دولارات اخر الشهر بحط فوقها زياده انا مشان شال الامبيرات. يعني اشو اشتغلنا فيه نحطه فيه، يعني نسبه لي يصير مدخول لي انا. الله يرزقك يا اخي جمعه وان شاء الله هيك بينعاد عليك بالصحه والعافيه. وعليك يا رب، وان شاء الله هيك الفرج على امه مسلمين محمد يا رب.